بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه ما فاحت الأزهار وما تناغمت الأطيار وما تعاقب الليل والنهار. أما بعد أحبتي في الله، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وقولوا للناس حسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. الله سبحانه وتعالى سوّج ترو من ناقر ندار لبات شونا كان دبتات شو ترو انجي مدفون ديوتا مكروال استمروال لنديوم أزوال بزي قرآن انكتس من نيوم من دنو. الله سبحانه وتعالى ملال وقولوا للناس حسنا لسوّج بقون ترون ملكا من ناقر تناقروا. الله سبحانه وتعالى لسويش ترو من ناجر لسويش بقون ما سمات بسويش لبون أوست دستاني فترال سويش نياركال كزيم ألف وترفو يسو سويشن وديتا يورسال. لزيمنا رسول عليه الصلاة والسلام من الالو: تبسمك في وجه أخيك صدقة. باند وندمه فيت فقق مالته تروي هنا في تماسيته صدق أنا وآل رسول عليه الصلاة والسلام. جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أرضاه من له: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي إلى له. رسول عليه الصلاة والسلام عندك أن كنت ملكتوني أوكم مارو الساتشو فقق يالو اللي بهن جبر ينقر له. من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. عندك أنا مأيتون ياكم الساتشو في تلفيتي فقد يارو بهون انجي طرو في تساجون بهون انجي يا قريس من الال كفت فتو اندمي بالو مالتنا بارك الله فيكم. نعم طرو يونس فيت ما سايت فقد مالت يسوتشن وديتا يون دموتشن فكر يا ورسال. لزي منبر رسول عليه الصلاة والسلام ما نن يونم سوسي كبرو مانن يونم سوسيايو في تاجو فقجيري نبرو. تلقوا صحابي سيف الله المسلول ببال ميتاقو مانو خالد ابن الوليد مانا اتشو ساجو يزاني مشركوش النام مسلموش بمجمريو يبدر زمجالي سفاتتو مسلموشو اندي شنفو النزا مشركوش اندي شنفو مكنياتي نبرو ناتو عرن عرن لي بارك الله فيكم. نعم كزي وجي النزاع مسلموج قطرة هاتشو أنا سابنا بربت جزي دكاموج بنا بربت وقت مكة واستسهلو بركاتا مسلموج نياسك أيو نبر سياسك أيو كنبرو سووتو ستاندو مان ناتشو خالد ابن الوليد نبرو رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذا كزين قر خالد رضي الله عنه وأرضاه سيناقرو: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لأدخل في الإسلام. كمكة ودى مدينة لما متهن يلالو اسلمنا أن مكة بل متهن يلالو. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقنا بمحمد عليه الصلاة والسلام قناس ملكة سياي فتبسم فققالوا إلالو. انظر اسكازي ساعد درس يا مسلموش تلات نبرو اسكازي ساعد درس النزام مسلموش بطروه انفسان نبرا مياواتشو نقرقن رسول عليه الصلاة والسلام قناس ياواتشو فتبسم فققالو رسول عليه الصلاة والسلام الساعد شو زند اسكام كارب درس
የሳቸው ፈገግታ ከፊት ለፊታቸው አልጠፋም ነበር ብለው ይናገራሉ። መቼ ነው የሚናገሩት ይሄንን? እስልምናን ተቀብለው ረጅም ጊዜ ካሳለፉ በኋላ። ለምን? لأن تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه أثر في نفسه. يا رسول عليه الصلاة والسلام فتنة في تفلق ما لتاتشو بزيان جزي بربو يولي كفتن ياي هنا من فترة تسألو فترة بسال ما لتنو ما تشين مال ترسو أمير رسو أقات أمينا كستال نبرا منا يسول جوش باتك علي مسلم لي هوني تلال كافر سيت لي هوني تلال وند تلك لي هوني تلال تنش ምናልባት ብልጥ የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሞኝ ቄላቂ ሊሆን ሰው። እያንዳንዱ ሰው ፈገግ ስትልለት ደስ ይለዋል። ያንተ ፊትህ ፈገግ ማለት በሰዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ማንኛውም ሰው ሊሆን ይችላል፣ ጠላት እንኳን ቢሆን አንተ ፊት ለፊቱ ፈገግ ማለትህ በሱ ልቦና ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ እጅጉን ከፍተኛ ነው። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በርካታ የሆኑ ሰዎች إسلام مستندي كارونا إسلام مستندي كبلو يرسات شوف الوقتا تسألو فترو باتشو نبر سووش باريات شو اللي أيال عنداندو تروش التان بدن بارغو ميا فكر سوال عنداندو لغمو ولد تروش يالو عن بيتشالو هونو أنستنجا وشالن يالي مير سوال مرتو اللي أيالي سووش አንዳንዱ ብርቱካን ይወዳል፣ ሌላ ደግሞ ምን ይወዳል? አናናስ ሊሆን ይችላል ወይም ቱፋህ ብለው። ከፊሉ ደግሞ ማንጎ ይወዳል። የሰው ልጅ ባህሪ ይለያያል። ሁሉም ጥሩ ነገር ነው። ምናልባት በእጅህ ብርቱካንና ማንጎ ይዘህ ማንጎን ብትሰጠው ምን ነው ብርቱካን አርጋት በነበረም ይላል አይደል? ለምን? ፍላጎት የተለየ ነውና። ስታየው ግን ዋጋውን ስታየው ምናልባት ማንጎ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። አረንዴ ዛሬ ሀገር ውስጥ ግን በነገራችን ላይ ለማዕሉማ የብርቱካን ዋጋ የበለጠ ይጨምራል። ባረከላሁ ፊኩም። አይን ካን አንድ ጊዜ ዶክተር አብዱራህማን አልዓሪፊ ሲናገሩ ይላሉ፣ አንድ ቦታ ሄጄ ነበር ይላሉ እና የሆነ ሰው አገኘሁኝና ለዛ ሰውዬ ኪሴ ውስጥ ወደ 4000 ሪያል አካባቢ የገዛውት ጥሩ የሆነ ሽቶ ነበር ይላሉ። አነሳውኝና ያን ሽቶ ቀባሁትኛል። እሽቶን አይ ሼህ ምን ነው እንደው ሌላ ሽቶ ጠፍቶ ነው እንዴ አለኛል። ተመልከት፣ ለነገሩ በሌላኛው ኪሴ ደግሞ 2 ሪያል የገዛሁት ሽቶ ነበርኛል። ያቺን ሽቶ አነሳውኝና እንግዲህ ያው ስናሽ ብያኛውን ቀባሁት አሉ። እንደዚህ ነው እንጂ አለኛል። ይሄው ሽቶ ማለት አለኛል። ተመልከት፣ ኢዘን የሰው ልጅ ፍላጎት ይለያያል። የሰው ልጅ ሁሉ ነገሩ እንደ ሰውየው ሊለይ ይችላል። እናም የሰው ልጆችን እንደ ጸባይ መያዝ እንደ ሁኔታው መቀበል ትልቅ የሆነ ጸጋ ነው። ትልቅ የሆነ ጸጋ ነው። والله الله سبحانه وتعالى ለተወሰኑ ሰዎች እንጂ ህናያት እድል አልሰጣቸውም። الله يوفقه رسول عليه الصلاه والسلام በተለያዩ አጋጣሚዎች ሰዎችን በጥሩ መልኩ ለሚያስጥራህ አድርገዋል። ቅድም እንዳልነው ሰዎችን ለሚያስጠቀሙባቸው ከነበሩት የመጀመሪያውና ግንባር ቀደም ስልት ሰዎችን በጥሩ ፊት መቀበል ነው። አንተ ቤትህ እንግዳ ሲመጣብህ በጥሩ ፊት የምትቀበለው ከሆነ አብሽር፣ ያንተ ዚያራ ቤታችን ነውሮታል፣ ደስ ብሎናል። አላህ ደስታን ያስገባ በሚትለው ከሆነ እዛ ቤት መቼ ነው ምን ልሽ መዘይራችሁ ይላል ያ ሰውዬ። ደስታ ፈጥሮበታል ያንተ ንግግር። ከፍተኛ የሆነ በልብ ውስጥ ደስታ ቀርጸህበታል። አንድ ጊዜ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መስጂድ ውስጥ ከሰሃቦች ጋር ቁጭ ብለው ሳለ ከገጠር የሆነ ሰው መስጂድ ውስጥ ይገባል። ተመልከት፣ መስጂድ ይገባል፣ ሰሃቦች ቁጭ ብለው ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትምህርትን እየቀሰሙ ነው። ይሄ ሰው ይገባና መስጂድ ውስጥ ጥግ ላይ ቁጭ ብሎ ሄዶ ሽንቱን ይለቀዋል። የገጠር ሰው ነው። አላህ ሰሃቦቹ ሊሰው በጣም ተገረሙ። ምን እየሰራ ነው የሰውዬ? ግማሹ ደሙ ፈልቷል፣ ሌላው አንቆል ይዞ ይፈልጋል። ይሄን የታዘቡት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን ተውታ እትሩኩ
توت على الرسول عليه الصلاة والسلام شنتون انديها قوارد أتدر بطال انديها قدانوا بقيزيو الرسول عليه الصلاة والسلام صحابو اتنا الزوحشو النا يا شنت لا يوهان دفس كذا زبوها لا سنتر سو يا فلان أكلي هوي يه يا الله بيتنو إيه كويت يتقنبو الله لنا وسابت الله لنا لنا ترابت استغفار لنا درقبتنا قرآن لك رابر لسجرنا إيه لن ديانة قدي يتقنبو تهيد اللمالت يسوي يا مسجد سيقما رسول عليه الصلاة والسلام صحابو تنسب سبو سيستمرون نبر عندنا قرو بيون هيدو من مار نبربت وقت مقسم نبربت قلنا ناس أسابو مياه اللو أساس سبو يتشنتو نبرج نعم رسول عليه الصلاة والسلام بزيه ملكو كتقبلو تبوهالا صحابو تن قل لك هدر قل لتبوهالا بلو بلاي كبار نقر تكرس يهونو هونو قد كت كزيات بوهالا أذان تبلو سلاس السجد رسول عليه الصلاة والسلام بإمام الناس سوتني يا سجلو لذك سمي الله لمن حمد أسلو سوتش ربنا ولك الحمد لله السم ربنا ولك الحمد قال أبو هلا اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم غيرنا أحدا علي بالا قلت هوي من هذا أنا إنا محمدا ما ارتهى اللقسا إلا وتشن فتسمو قندات مراتشو علي بالا لمن من قالوا هنن يا رسول عليه الصلاة والسلام سنة مقبار ماركو تال على موقع نبر كجهل النا نبر هنن يالو نقر قن كزين من نسدو بالنسو لأي دعاء ما درقوا سايهون يا رسول عليه الصلاة والسلام سنة مقبار يساتشو أكبابل يساتشو ملاش بربو لا يفتر بتسعن ونبر زاري سووج لكفلو طرو يونال إلا ودق ممتفوسي ونتايو على طرو قنجو سوكا قاتمو لسو قنجونو في توقن تنش طرو يعني هنا كهونا طرو نقرا يسفل لقوم يمسل ما طرو سيكبر واتا يوم والله عندك زي رسول عليه الصلاة والسلام عند سوزن دا زوتر يمتا ماهر ميبال صحابي الساچو غار بزوك زي متو يقوبين ياتشو نبر رسول عليه الصلاة والسلام يودتان يه صحابي كقدر سويتش نبر قدر نومي نورو رسول عليه الصلاة والسلام زن دا يمتان كقدر سيمتا كيبي أي بيزول لا شيء مثل زاري سوى تجارة تونس تلدم يدر بوت مالت رسول عليه الصلاة والسلام يمتون هدية مكافأة على مدرك نهر طال تمر جلس نبر تمر زهير نبر ولا قدر عند قزير رسول عليه الصلاة والسلام زن دا يمتأنا بيت سجبا رسول عليه الصلاة والسلام يلو مبالل تنسو هذا يمتون نك على مشت وده قبي أي هدر رسول عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه صلوا على رسول الله سألت لك بيت سيمتو سويت من الأتوال أكليكم التنبر بيت فلقواتو طالب بلالو يزيني رسول عليه الصلاة والسلام يسوي يقدر أرسونه بتأهم دهام يبال سونه ملكو دقمو حديث ورنك تكمتو بتأهم أسك أيام ينبر يبال يقدر أرسوه كلها من دمناك ونسألنا يودمر كاينا تشاغر استراسو اديس ابا لي منامن يالن سويتش سيمتو كاين بزو غزي اندو سنياچو نصو يونه اللبس يلبسو انياچو يمياسلفوت ابزانيو ككبتوش غار برشاله منامن سلهونه يمينوراچوم طرنال رسول عليه الصلاه والسلام كن يي صحابي متو سياطاچو متو نبر دمو مالو سوالالو لمن يغطر سو نو اندنيا دهانو بلنال ليس له مال ولا جاه ولا ذو وجه حسن طرو يونا دغمو في تم ينبروا سوال نبرن بتا ماسقيامي سو نبر منو ملكو معناتنا رسول عليه الصلاه والسلام يسمو ما انه دغمو سوالالو دغمو منا متاو سوالالو وي دغمو اريام ان شاء الله اصر المغرب لا مسكر سي متا اغنيو الله ينيا لا 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 وديوم كبيت وتو رسول عليه الصلاه والسلام اسو فلقا يتا اغنيو الله ين يتنو ما غنيو نين فلقو متوني عطاني كو تملكت
ወዲያውኑ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? ብዙ ጊዜ እኮ ነው ጋር ሲመጣ ወጥቶ የሚሄደው ገበያ ነው። ለምን ገበያ ይጃ አልፈልገውም አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ገበያ ውስጥ ሄደው በጠራራ ፀሐይ ይፈልጉት ጀመር። ወዲያውኑ ከሩቅ ሲያዩት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከኋላ ሄዱና ያንን ሰሃቢ እፍ እናደርገው ከኋላ አይኑን ጭምቅ አድርገው ያዙት። የሰሃቢ ስጋት ገባው። ምን አይነት ሽፍታ መጣብኝ? ያለችኝ ሀብት አናሳናት፣ ይዣት የመጣችሁ ሸቀጠችው ናት። ሽጤ ልመለስ ነው ቤተሰቦቼ ጋር። ሊዘርፉኝ ሊወስዱብኝ ይሆን? በጣም ስጋት ያዘው። ከዚህም አልፎ ረሱል አለ ስራ ስራ ነው መየሽተሪ ሀዘ ለአብድ፣ ይህንን ባሪያ ማን ነው የሚገዛው ሲሉ ስጋቱ ጨመረ። ኧረ ገንዘቤ ብቻ አይደለም እኔም አልተርፍም አለ ሰውዬ። እኔ የምተርፍ አይመስለኝም አለ። ዛሬማ እኔ ሊሸጡኝ የመጡ ሰዎች ናቸው። من يشتري هذا العبد؟ إهنن باريا ما نو يمي قزر. وجاو رسول عليه الصلاة والسلام هنا اتشون. كما وقب استفيت رأس سووتي سكار لكو هلا. من دنو سومي أسكو. نقارو بزم على حسابات شون منا يسكار لكو. من يشتري هذا العبد؟ من دنو نقارو مسترو من دنو سوي يتشن قوال. وجاو رسول عليه الصلاة والسلام لنكوت الساعد شون هنا اتشون سيك. أتراني كاسدا يا رسول الله. إهن يا ركش. ይሄን ያህል ዋጋ ቢስ አድርገው ያኛል እንዴ? አላህ መልእክተኛ ሆይ ሰዎች እንኳን ለገበያ ቢያቀርቡኝ የማይገዙኝ ቦታ የሌለኝ ዋጋ የሌለው ሰው እኮ ነኝ እንዴት እኔ? ነገሩ በጣም አስጨነቀው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰውየውን ሞራል ከፍ አደረጉ። አላህ ዘንድ ያለውን ደረጃ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ አሳወቁት። من هلو بل لست عند الله كاسدا، الله زندانك انت ركاش ايد لهم، بل انت عند الله غاليا، انت كو الله زندا بتام ود 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 نهلو الرسول عليه الصلاه والسلام صلوات ربي وسلامه عليه. انظر تملكت بدن باستول يسوي مندنو قال دهانو يقدر سونو غنزب يلو ملك يلو سلطان يلو እዚህ ግባ የሚባል ሰው አይደለም። ወላኪን ረሱል الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ረሱል عليه الصلاه والسلام ግን ምን አደረጉ? ለዚህ ሰውዬ ያለውን ያላቸውን ቦታ ሰዎች የሚመዘኑት በመልካቸው በገንዘባቸው ወይ ደግሞ በስልጣናቸው እንዳልሆነ ግልጽ በሆነ መልኩ አስተማሩ። እንዴ ረሱል عليه الصلاه والسلام ከሰሃቦች ጋር በነበሩበት ጊዜ አንድ ሰው كان يلبس لبسا حسنا يبالال طرو يهونا لبس يلبس سو رسول عليه الصلاه والسلام بقوم بسالفه بجزي رسول عليه الصلاه والسلام طياقين اقرروا ما ترون في هذا ايه سو ياس ملكتو من تلالاتو قالوا حرم حري به ان طلب النكاح ان يزوج ايه سو يمال ሰዎች ዘንዳ ሄዶ አንዲት ልጅ ዳሩኝ ቢል ሰዎች ይድሩት ምንም ያጠራጥር የሆነ ሰው አይደለም አሉ። ወይሸፋ አሉ። እንደው አንድ ሰው ዘንዳ እንኳን ሄዶ ሽምግልና አማላጅ እንኳን ቢላክ አማላጅነቱ ያለ ምንም ጥርጥር የሚቀበሉት የሆነ ሰው ነው አሉ። فسكت النبي صلى الله عليه وسلم الا تصلون على رسول الله رسول عليه الصلاه والسلام زم አሉ። ብዙም ሳይቆዩ ሌላ አንድ ሰው አለፈ። የለበሰው ልብስ ግን ንጹህ አልነበረም፣ ቆሻሻ ልብስ ነው የለበሰው። አይማማ ምናልባት ወልገድ ያለ ሊሆን ይችላል ኮፍያው። ጥሩ የሆነ ነገር አይታይበትም ልብስ፣ ወይ ደግሞ ገጽታው ብዙም የሚያረካ አይነት ሰው አልነበረም። فسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال يمجمرون أن التياكي رسول عليه الصلاة والسلام تيقوا ماذا قال؟ ماذا تقولون في هذا؟ سنزي السوء من تلال الله شوال وجه إيه ما سؤال نكاح انكوان بتأيك سويتش نجات شونا عيسة أثم سويتش زند انكوان هدو أما لا جنة انكوان بالله ما نمي سما إلم إيه ما بوتايل اللو سوانوال ሚዛናቸው ምንድን ነበር? የሰዎቹ ምንድን ነበር መልኩ ወይም ደግሞ አለባበሱ ነበር?
ولكن الإسلام نجرق إسلامنا لهالباب السنة ويدمو لمظاهر بزنبوتها مست أرل. قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله زندا كنا أنت بلاج بلو مالت منه الله هم يفرد. رسول عليه الصلاة والسلام قل منالو يهسو زندا يهسو الله زندا إهن يوم كمسلو سو مريت كمولا مريت كميمولو كندز يهن السوج يبلت أدرجا لو الله زندالو رسول عليه الصلاة والسلام يمجمرو سوي يهترو لبس لبس ينبرو سوي ينبرو سو يسون عينت مدرن كمولا بمولو يزيه عنده سو يبلت عنده رسول عليه الصلاة والسلام لمن يسو يإيمان ينبرو سو نبر يسو يلا الله نمي فرا سو نبر يسو ترو يهونا سنم قبارنا ترو يهونا أخلاك ينبرو سو سلم نبرنا. إذن سوتشن معاملة سنادرك سوتشن جذب ما درك كفلقن انديودون كفلقن نسون كس ما درك كفلقن من دنا ما درك يلبن. بارك الله فيكم بتو يهونا سنم قبار نكبر أشوي قبار عند جزي عند يهونا جبري ما سوست هونو يتمر زافوني كورتا ليس بس بال تمرون تمرون يجي سبس بنبر بس وقت يبالال عند صوبات أجابي ألفا يا سو يظهر صلاة أذان بدون نبرنا ولا مستير نمهيرو يسو يسيا يوم أذان بدون يسو يدق مو زكاة تلتلو دنيا نمي سبس بو يزرعون تمرون سياسة بس بيعودي هي زاري سو وشال بكا أذان بلوم مكو دنيا أسبل لتو يا أخي رانا قربات تكالي ترستوات شوال من دنوك أهون يسو أهون أذان بلو يسمى صلاة تلو زيلاي كوش بلو تمروني سبس سبال اندي انديت يا اللعينة تسونو. ثم قال له انزل يا حمار ألا تصلي أنت أهيا هيدا بس جدا سقرب من ديلوال سويو بتعم تبساج بتعم تكاتل كنبرة بتكزا عندهم جند جند صوردو سويو نيا بار جمر أجريه وتشين بلورط أجريه وتشين بلورطة هل درة سبتم سويو تملسة وده مسجد مسهر كرة أنا مهم سويو جن دكامي سماونا وده بيتو هيدو صلاة سجدو مساوم بلتو منا من نجار شرارسو تملسو صحيح صرفو وده سروي متال يا سو يدن قتو من سري تشينو تلت تفع سري تشارلو هم ماتنو برو راسو محسا ما دري جمروان سادا بيو سو يي انت وشابر يتراقرو مالتنو بنقرات اللي بزيها قطامي حمار ويم اهيا يمي لو قال لتقلال لو قتنو اهنم ارجنتين اوست يبالا عند سو اهيا كتبالا يا سو يتلق بوتالو مالتن يا سو كبرالو مالتن تلق بوتالو مالتن بزيها قطامي بارك الله فيك مالمهم يسو كله كمان صار نوع هي أنجري الناس ويانا ميلوس أنا وهي ميسوية من إلال عندك أنا وده سرعي من اللسان زافلة وطوي عشان تمرون ما سب سبي جمرة تمرون ليه سب سب سالة يا عصر صلاة أذان برو إقام كمال وتستفيد يقدم مسوية تمر لسوي مت آي يا هون قال إلنا نقدر متى كمال لبني لا متى أنا لك كن دايو ما شاء يا سوية ما نسمع لو كم بجمرة أنجري تلوه إدوال كذلك هو ما عندنا رواك عصر الله يسيمة أسياه ما شاء الله بيتنا واكي زندرو سب تمرو بتأم أمروان تروي هنا إن شاء الله الله بركة يدر قله الله سبحانه وتعالى لبيت سوتش ميتكم لو ما ميتكم يدر قله بارك بركة ونيت أمر بيت نديت أمروان نديت تروون وال الله بتأم تتاري سونا مالتنا تروس راس رتال تروس بلاقي انتهال يا مغاد قسو جمر بزي ما اللي هونو نقول قلنا ديتنا وبارك الله فيك أذان سمته نبر ندين ديتنا أسركوا أذان على مستلم بامل تنتو نبر لون ما شاء الله الله بخير يستوى سباك تروى استوى سنجل قيد بكن يلا ناسوية يا هذا النجار باتك عليه تقول يوردنا كسجار ولا مسجد مهري جمبرار من نسوي تلون دان تبهونو كده مكوز ولا عند سومتو أنت أهيا يلا مسجد أسرق من دي بلو تناكرين بلو نجروان أنا أبوك من كارس سونو زيجار من إنه من نايو فن التعامل مع الناس كسوتش جار بمن نار بجزي بمن عينة ملك وسوتش جذ ما درج إن دم نتشل ما هو ما شاء الله
بيت وسط عند هيت كله ويم عند هيت كلهش ويم عند الدنيا قو عند قو الدنيا كله عندي تنو شاش ويتو قام ببر ستليش ويم ستله إذا سطن وسط الله تبر ببر على الشيء ده هلا أريتني قال له باكش بس تقني بكل بالله فلقي يلا تبر ببر على الشيء هلا كأيون كون قالك شيء إني كوسابك إني فكل مفلقي متى تقرون شاشنا يلا من دون عن شيء لمن أنا تسعيني قالك وهالك وش الزجر بدل فلقي أنا شيء سرهم مني يلا تبر ببر على الشيء تفلق على الشيء أهون متسق على الشيء تشتي يلا متعرفش على الشيء من دون متي زوان شيء سون ماسلفات سون ماسكيم سون ما بساجت تروسنا مقبار الله نجر قلك ما جمر استيك إيش تقولون لي فلك شو أو ناي الجواني زش الزيجاني على لونج الله أكبر قلب وسط من تفترة تلك هو نركها تفترة مالت لا أنت على ثام لها قت منو مالت نو تكيرة تروي هو نسنا مقبار تروي هو نجر إن دار ليش ترد على ليش مالت وهكذا الإسلام إسلام لك كل ذي نو سويتش الميازو سويتش قلب ما يحس كفلك سويتش مارك كفلك بزي عينك ملكو يا زاجو አታስለፋቸው አታስቀይማቸው ሰዎች ስላንተ ያላቸው አገነዛዘብ መጥፎ እንዲሆን ምክንያት ፈጣሪ ፈጽሞ ልትሆን አይገባ ከሰዎች ጋር ስትነዋኗር ሰዎችን ቀልባቸው መሳገፈልክ በዚህ አይነት መልኩ ቢሆን የተሻለ ይሆናል ሰዎች እንዲወዱ አትፈልግም እንዴ አትፈልግም እንዴ ሰዎች ስላንተ ጥሩ እንዲናገሩ አትፈልግም እንዴ አንተ ከሞትክ እንኳን በኋላ እኮ ሰዎች ስላንተ ጥሩነት ይናገራሉ ስላንቺ እንደዛ ስላደረክሽ ብቻ ነገ እኮ ስትሞት የሱ አይነት ሰው ከቲ ይመጣል سكوتوا سون البرج ولا تنا من ناقل لي هن حديث رسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا لوس عند جزيك وتشبل وبنبر البت سويت عند جنازة يزو على فوت أبال سويت سلسلة جنازة مدفونة قرتنا عجرو إيه ما سوني أما نبر سوني أسك أي نبر سلسلة سويت مدفوني سرا نبر بروسين عجرو رسول عليه الصلاة والسلام منال وجبتال منال وجبتها بجزيه نبروا صاحبه وش تجرم بزوم مال قيو للا عند سو جنات سيالفوال أيو سلا جنات روس أنا أجرو إيه ما تروس هن نبر مندي لسوي وش تري ولا نبر مندي من على باتن في تفرق جيري نبر سو سوي وش بتروي كبر ينبر سو سوي وش يستنا جدي نبر سو سوي وش ماسك في نبر سو هنا بجزيه تروس ينجرو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه وجبت قالوا هنا قد هنا اللثال الله اكبر صحابه يمجرش اللي طيقواچو يا رسول الله يمجرشهم جنازه سيالف وجبت قالوا ولتنيوم لي وجبت قالوا قد هنا اللثال مندنو قد هنا اللاچو يمجمراو جنازه سيالف سلسو مطفونت سلسويهو مطفو اندنبره ሰዎችን አዳ ያደርግ እንደነበረ ሰዎችን ያጣላ እንደነበረ የሰዎችን ሐቅ ይበላ እንደነበረ ሰዎችን ያስከፋ እንደነበር ተናገራችሁ እናም ለዚህ ሰውዬ ምን ግድ ሆነለት አሉ እሳት ግድ ሆነችበት አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ይጠብቀን አላህ ይጠብቀን نعم ሁለተኛው ደግሞ ሲያልፍ ስለዛ ሰው ጥሩነት ስለዛ ሰው በጎነት ስለዛ ሰው ጥሩ ስነ ምግባር ተናገራችሁ ያ ሰውዬ ደግሞ ጀነት ግድ ሆነችለት አሉ አላህ ከጀነት ሰዎች ያድርገን ከሞቱ በኋላ ሰዎች በጥሩ የሚያስ ሰዎች አላህ ያድርገን نعم أنتم شهداء الله على الأرض على رسول عليه الصلاة والسلام إن أنتكو مدر لا يالاتو يا الله سبحانه وتعالى من دناتو مسكاري وچناتو على رسول عليه الصلاة والسلام إذن كونك أنت تروس ومهونه تروس ومهونه أنت بعلهبة مساعتهون كموت كم بوها لا أنت تكامهنو كموت كم بوها لا بيهون تكامهنو والله عند سو طرو يهونا سو كهونا بموت انكواني ياسو يي يسو طرو النت للجوتشو يترفال للجوتشو يترفال انظر سو يوم ستي يوا طرو كهونج سو وجزن دا يالات بوتا طرو كهونا طرو كبركال له طرو كبركال لات انت انكوان بتموت لجوتشه يمينو راتشو زنا سو وجزن دم الله زن دم كفتن يارو እነዛ ሰዎች አባታቸው እነዛ ልጆች አባታቸው ጥሩ የሆነ ነበር አባታቸው ከሞተ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአባታቸው ምክንያት ልጆቻቸውን ጥሩ የሆነ ምንዳ ለመንዳ ሲፈልግ
وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. انظر سورة الكهف لا يكسها تشون سنقر ولا اللي جوش نبرو أباتها تشو طرو يهونا سو نبر صالح سو نبر أباتها تشو يسبسبو كنزو اندي مدلب هبت نبرو أباتها تشو بيموت من كوان أباتها تشو طرو سنة نبرة. الله سبحانه وتعالى النزيه لتن جوش أكما الدام اسكم يدرس ودرس يا أباتها تشون هبت تبكو أسكبر وأسكمت الله تشوف تملكت بمال مكنيات. وكان أبوهما صالحا أباتها تشوف تروس لنا برا أباتها تشوف بقوس لنا برا. انظر إذن أنت ترو ما هنا لن تنبتش هون كموت كبه على الله ما ترشاش الناس أمرونا لأن جو تشات نم ترونا يمي هون وما لتم سنزي بتشال مثلا لسويت بقو كم يسو كم يقولوا سويت شاء الله هذا لما هون مكر الله هذا رجع كنس عندك زي عند رزمي هنا يا لك قصة أستمر هنا قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه يا قاتل ما تشوف قصة عمر بمدر لي حكم كسرت وكسر هذا وسويت فتهن بكفتين يا من كاسفن وسويت جنبار قدموا لنا يوم جمرة وناتشوا عمر رضي الله عنه وأرضاه نزي من البر عمر بفل قبة بوتهيرو متين ياتي شنو نبر عند منجس اسكي تصور هذا رجو عند منجس يا عند هاجر منجس بفلقبت بوتهيدو في ثانية أنا عرفت سيادرك نزوم يان داقر من قصة يرلم سنت هاقر وجه نستادر ينبرا إن سوريان إراكا جبسن سعودين أكابي ينبرو بها تكالي هاقر وجه نستادر ينبرا يهون سو عمر رضي الله عنه وأرضاه أبزان يا وجوه إسلام هاقرات يتكفت مجنو بعمر من الخطاب سلطان زمنه بزياد قد أمير المؤمنين أمير المؤمنين يميلوا لقب مجمرة يا جنوت هون من ده عند تقرا اللوقت اللي تزم فلقونه ما ناتشوا مجمرة عمر رضي الله عنه وأرضاه ناتشوا عمر رضي الله عنه وأرضاه ساتشوا ناتشوا عمر زند ولا توتاتوش عندي هون نسو يبغوا تتويزوا يمت على بدم بارك شوي القصة استولوا تبارك الله فيكم لبات نص أنا بسر صفر اللي قال لهن عمر رضي الله عنه وأرضاه بنبرو بتكزي قلت واتاتوش عندي هون نسو إياه وتتوي زي ما تعلم يا أمير المؤمنين يسو أباك أتشن نقر الوالد من أدربا أباك أتشن نقر الوالد الناس فلاجون كتات اللي ستو يقبال لهم تلك هنا مسألة يزوني متفني يسويش تلك هنا كم نقر له زي ما تقول أبدا تشن بدام ترو صالح يونا سونا بربرو ينقران يا عند قبيلة وين دقمو يا عند جوسا دقمو أبدا سنو تسوي متي على لوسونو أبدا تشن ترو متي على لوسونو لسويش ترو يميول ما تيم أبدا تون بمتفوي ميانا سوالندي يلا يفلق بيهون أبدا أبدا تنو بزاي دقمو أبدا تشو ترو كان برسا نقر يبلت أي هنا أمر رضي الله عنه أرضاه إنه يصير جوتش كسي سمالو أبها تشن تروس ونبر إيه سو يجن قرنو تل فرد نفلق على نارو سويتش علماء الزندا بزو طياك يوتش نيزاي كربالو عندان دو زيق بام ما تلون طياك إنو يزومي كربو فتسمو بكا يما تاسبون طياك يزومي كربال عندك زي إمام الشعبي يميبالو عند سو نبرو يبالال ساتشو زندا عندي هنا سو متانا يا إمام علاج يا إمام نديت نوم ونزست لما تاتب لموانيت مقبات فلكوني علاج بدن بدمت فلكوني علاج كذابو هلا لبسين أولا لكونينا أسكمت كوني أهون وانا وستقب تشيسواني علاج تملك وانا وسطك بتشي سواي وريت نو فيتين ما زوري يالبني على تملك وانا قبل انا وي سوريت نو نعم يا زاني ساتشو منالوت اي ودا لبس زوره واني عارض لا من دنو لا من دنو
لبسون لا يسرق ليلان يو عند قزي متانا عندنا فقيه من على تشو فقق مال السلالة بنو بارك الله فيكم من على تشو يا شيخ على تشو رمضان مستاندك انساسي تشي عطفي تشينا ببرا على تشو بل تشينا ببرا عندك انا من مدرق اللبن يا تشو فعليك أن تصوم بدله وقت عندك انا تفاهو تصومهن او انقر يا وصال يلا عندك ان تصوم وقت تلواج عندك ان ما تصوم اللبها لت من يا رجال تصومي نبرك والج عندك ان يصوم كني يالا بيت سجبا بك ايون ايلن يا مقب سرتوا قن يو اتشو انسي تشي بالله ينتفى تصوم والج اتفاهم او انقر يا وصال يلا قلتني يلا كان تصوم وقت اهونم تصوم يلا كان ارى من يا ترقال لا رجل تملش يكو بيت سملس هاريسا ميبال مقب هاريسا مدن طفاچ هنا مقبنو يا ربوچ مقبنا اسونا غنچي سيبرس يسيرو ايچي اچما متالف يلباتن بيي اسوان بلواتنيال انا من ما ادل غبي سناچو اني لا ارى الا ان تصوم ويدك مغلوله على عنقك انت اني ما كزاري جمرو انت اجي عندك لا تسرو انجي مصوم يلبهن بيي نو ما منونا ستصوم منالس نعم አንገት ላይ መታሰር አለባሉት ይባላል አልሙይም እነዚህ ሰዎች ግን ይዘውት ይመጡ እንደ ጥያቄ ያነበረን بارك الله فيكم አባታቸው ሞቷል በጣም 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 ሀዘን ተሰምቷቸዋል عمر رضي الله عنه وارضاه እዛ ሰው ጥያቄውን ያቀረቡለት هل قتلت اباه በርግጥም እነዚህ ሰዎች አባት ገርለሃል እንዴ ገናል فقال نعم او قد يالهون يالا አልዋሽ انظروا بدن باستولوا سو قد لها اللي يتبالي او قد ايال لهم يهمني اسفل لقال تلكي هنا ايمان تلكي هنا امنتي اسفل لقال بارك الله فيكم فقال عمر اندري اوسي سوية كامنة لمن قدلكو من عرقاني قدلكو اي اني ما سايوست قمرو تشوني زوبين قبا كروكو هنية تملس تملس بلو يمي سما نبرم يمي سما አልነበረም ድን ቢገድን ያነሰውኝ الناس ወረውር ጭንቅላቱን መጥተው በዛው ሞታል ሐሳባቸው ሊገሉት አልነበረም ግን ሞተ እንግዲያው ሳሉ ዑመር رضي الله عنه وارضاه القصاصات ሌላ ማራጭ የለም እንግዲህ ሰው ገርለሃል ሕኩሙ ምንድነው መገደል ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب يا الله سبحانه وتعالى ሰው ይገደለ ሰው በመገደል قصاص በማድረግ من አላችሁ ህይወት አላችሁ الله سبحانه وتعالى ለምን በቀላይ በዛ ሰዎች አያልቁም አንድ ሰው ነው የገደለ በትገደለው ያ ነገር ወደ ለውታ ያልፍማ እስላም ይሄንን ነው የሚያዝ ሰዎች ቤተሰቦቹ ፍቃደኛ ከሆኑ ዲያ ይከፈላል የሚከፈል ነገር ተከፍሎ ይለቀቃል ካልሆነ ግን እንቢ ካሉ አውፋ እንደለም ካሉ መግደል ነው እና መገደል አለበት አሉ ህክሙ ይሄ ነው ነገር ግን እስኪ እናንተን ጠይቃችሁ እንዴት ነው የሰውዬ አምኗል ጥፋቱን አምኗል ጥፋቱን አምኗል هل تعفون عنه وتقبلون الديا ይቅርታ ብላችሁ የሚከፈለውን ክፍያ ዲያውን ተወስዳላችሁ አባታችን የገደለ ሰው ማን እንዴት ብለን ነው እኛ ገንዘብ የምንቀበለው ዲያ የምንቀበለው መገደል አለበት አሉ በዚህ ሰዓት عمر رضي الله عنه وارضاه ወሰናቸውን ወሰኑ መገደል አለበት አሉ ይህ ሰውዬ ግን ከረጅም ቦታ ነው عمر ጋር ይዞት የመጡት يسو يسي متى ليموت على متى كأذان بوالا انكتال ان شاء الله الله أكبر